هل الخامنئي يتمكن أن يدعي الغيرة؟ من يهجم على النساء المؤمنات العلويات المحجبات بالكامل وينزع غصبا حجابهن ونقابهن، هل هذا يتمكن أن يدعي الغيرة؟ كلا، الخامنئي عديم الغيرة بل ضد الغيرة. الخامنئي حسب المثل المعروف ذئب في لبوس الشاة. الخامنئي ظاهره شكل وباطنه شكل آخر. كلاب الخامنئي كبلوا أيدي بعض النساء المؤمنات العلويات المحجبات أمام الناس. كلاب الخامنئي في السجن الساحلي الرهيب في التحقيق مع النساء المؤمنات العلويات المحجبات بالكامل. هناك المحقق كان رجل، بعض الأوقات المحقق كان رجل ومعه امرأة، أما بعض الأوقات المحقق رجل واحد. يعني الخامنئي ضد الغيرة، الخامنئي ملحد ناصبي وحشي ضد الغيرة، لا يعترف بكرامة الإمام الهادي عليه السلام ولا يعترف بكرامة السيدة المعصومة عليها السلام ولا يقيم لحجاب النساء وزنا ولا يقيم للعلويات وزنا. الخامنئي مجرم غريب. إخواني شوفوا اقتراح جديد قدم إلينا، أن نلقبه بأبي لهب الخامنئي. لماذا؟ لأن أبو لهب الهاشمي الذي ناقض الخط الهاشمي المتجسد في رسول الله صلى الله عليه وآله، والخامنئي هاشمي ناقض الخط الهاشمي المتجسد في الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه. ومن الصدف الغريبة أن الشهيد الجديد سمي رسول الله صلى الله عليه وآله، والخامنئي ناقضه حيا وناقضه ويناقضه ميتا. طيب، إن أحببتم فقولوا معي: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن الخامنئي لعنا وبيلا وعذبه عذابا شديدا أليما واحشره مع قنفذ والشمر. اللهم صل على محمد وآل محمد.